بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الأول الإعدادي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الثانية اللي هي وحدة الجبر، وأخذنا ثلاث دروس، والنهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الرابع اللي هو جمع المقادير الجبرية وطرحها. احنا خدنا الضرب المرة السابقة، ضرب المقادير الجبرية وقسمتها، النهاردة جمع المقادير الجبرية وطرحها، درس في منتهى الأهمية. جميع دروس هذه الوحدة في منتهى الأهمية، من أساسيات الرياضيات. لو ما يعني سلكتش في هذه الوحدة هتأثر عليك في حركة الرياضيات بعد كده في السنوات القادمة. مهمة جدا جدا جدا، الدرس اللي ما تفهموش عيده مرة واثنين وثلاثة لحد ما تهضم هذه الوحدة بشكل كبير. نبدأ كده الدرس، جمع وطرح المقادير الجبرية. جمع وطرح المقادير الجبرية، أنا عندي طريقتين دايما، الطريقة بطلق عليها الطريقة الأفقية، والطريقة الثانية بسميها الطريقة الرأسية. احنا ناخد الطريقتين ونحلهم مع بعض في هذا المثال. يبقى لما يقول لي ايه اجمع المقادير الجبرية، بحط المقدار الاول وعلامة زائد، وحط المقدار الثاني بنفس اشارات الحدود. يعني لو انا قلت لك كده يبقى انا هنا انا هنحل بايه؟ بالطريقة الافقية. بالطريقة الافقية يبقى انا عندي 2 س ناقص 5 ع زائد الصاد، ده المقدار الاول، احط علامة الزائد وحط المقدار الثاني زي ما هو، 7 س زائد 4 ص ناقص 2 ع. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بجمع الحدود الجبرية المتشابهة. هنا السينات، في سينات تانية، ايوه في 7 س اهو، يبقى انا هجمع 2 س زائد 7 س، يبقى موجب موجب هيديني موجب واجمع يعني هيديني 9 س، يبقى ده خلاص راح. 5 ع في عينات تانية، ايوه يبقى سالب 5 ع وسالب 2 ع سالب سالب، يبقى ناتج سالب واجمع 5 و2 7، يبقى 7 ايه؟ 7 ع، يبقى انا خلصت العين. بعد كده الصاد والأربعة، واحد صاد وأربعة صاد، واحد زائد أربعة يديني 5 بالموجب، يبقى 5 ايه؟ 5 صاد، ودي ناتج عملية الجمع. دي بسميها ايه؟ الطريقة الأفقية. الطريقة الرأسية ايه بقى؟ الطريقة الثانية اللي هي الطريقة الرأسية، سواء في الضرب او الطرح. عندي طريقة أفقية وطريقة رأسية، بحط المقدار الأول اللي هو 2 س ناقص 5 ع زائد الصاد، وحط المقدار الثاني بنفس ترتيب الحدود المتشابهة. يعني س أحط السينات تحتي، يبقى أنا عندي 7 س، طبعا هنا هيبقى زائد 7 س. بعد كده الصاد اللي هي 4 ص، يبقى أحط هنا موجب 4 ص تحت الصادات. بعد كده سالب 2 ع، يبقى سالب 2 ع تحت العين، واخد ايه؟ واخد شرطه او خط وابدا اجمع 2 و7 9 ايه؟ 9 س، سالب 5 وسالب 2 يبقى سالب 7 ع، 1 ده ص يبقى قدامه 1، 1 و4 يبقى زائد 5 ايه؟ 5 ص، هيديني نفس الناتج في الطريقتين. يبقى دي الطريقه الأفقية ودي الطريقة الرأسية. طيب ناخد مثال كمان، بقول لي اطرح المقدار الجبري ده من المقدار الجبري ده، اللي بعد كلمة من هو المطروح، واللي قبل كلمة من هو المطروح منه. في الطرح بالذات، في الطرح بالذات انا هحل ايضا بالطريقتين، الطريقة الأفقية والطريقة الرأسية. يبقى انا عندي آية الطريقة الأفقية، الطريقة الأفقية المقدار ده هطرحه من ده، يبقى ده اللي في الأول، يبقى أنا عندي 3 ألف، اللي بعد من هو اللي بحطه في الأول، من المقدار ده، من المقدار ده، يبقى ده المطروح وده المطروح منه، يبقى 3 ألف ناقص 2 ألف ب ناقص 2 ب تربيع، هطرح يبقى ناقص، بس ما شيبش الناقص كده، لازم أحط إيه؟ لازم احط المطروح من المطروح داخل قوس، يبقى سالب
ولا ده ألف تربيع بألف تربيع سالب خمسة ألف ب زائد أربعة ب تربيع. مش عارف دي سالب ولا يبقى سالب، دي سالب. ليه حطيت السالب وحطيت بعدها قوس؟ لأن السالب قدام القوس تعني تغيير إشارات كل الحدود الجبرية داخل القوس، يبقى يساوي 3 ألف تربيع ناقص 2 ألف ب ناقص 2 ب تربيع. هنا دي ناقص في ناقص، دي ناقص أغيرها تبقى موجب، ناقص في ناقص بموجب يبقى ألف تربيع. هنا ناقص في ناقص بموجب 5 ألف ب ناقص في زائد بسالب 4 ب تربيع. نبدأ نجمع الحدود المتشابهة. 3 ألف تربيع، عندي ألف تربيع هي في ألف تربيع تانية، لا يبقى 3 و 1 4 يبقى 4 ألف تربيع. هنا ألف ب في ألف ب هنا أيوة في 5، يبقى سالب 2 وموجب 5 يبقى شرط الكبير موجب وطرح، يبقى يدينا 3 ألف ب. بعد كده 2 ب تربيع وسالب 2 ب تربيع وسالب 4 ب تربيع، سالب سالب يبقى سالب واجمع يبقى يدينا 6 ايه 6 ب تربيع، وده ناتج عملية الطرح. طيب الطريقة الثانية اللي هي الطريقة الرأسية، الطريقة الرأسية ودي طريقة سهلة وبسيطة بس خلي بالك منها. انا بحط المطروح فوق في الاعلى اللي هو 3 ألف تربيع ناقص 2 ألف ب ناقص 2 ب تربيع، واضحة كده؟ بعد كده بحط المطروح تحتي بنفس ترتيب الايه ترتيب الحدود، يعني سالب ألف تربيع هتبقى هنا وألف ب، يعني سالب 5 ألف ب هتبقى تحت الألف ب، وزائد 4 ب تربيع هتبقى تحت الب تربيع. مظبوط. لما اجي اطرح بقى هو عمليه طرح، بس خلي بالك ان انا ما انساش ان انا هغير اشارات المطروح تحت، السالب دي بتعني ان انا هغير اشارات اللي تحت واجمع بعد كده، يبقى ده سالب هتصبح موجب، ده سالب هتصبح موجب، ده موجب هتصبح سالب، واخد شرطة كسر واجمع بعد كده. طالما غيرت الاشارات يبقى انا هجمع بعد كده، 3 وواحد يبقى هيديني 4 الف تربيع. هنا سالب 2 وموجب 5 يعني هيدينا 3 الف ب، سالب 2 وسالب 4 يعني سالب 6 ب تربيع، اعتقد ان هو نفس الناتج مباشرة. يبقى تاني في عمليات الطرح بطرح المطروح في الأعلى وبعد كده بضع المطروح في الأعلى وبعد كده بضع المطروح منه بنفس الترتيب وغير إشارات حدود المطروح في الأسفل اللي هو في الأسفل، أغير إشارات الموجب بخليها سالب والسالب بخليها موجب، وبعد كده بجمع، وبعد كده بيجي عملية الجمع. ناخد مثال كمان. هحل انا مثال واحد ولا مثالين واخلي لك الايه، نحل الف مثلا، الف هي يبقى الف 3 واللي يوجد مجموع، يبقى المجموع ما فيهوش مشكله، عمليه الجمع ما فيهوش مشكله، بحط علامه زائد بدون تغيير اي اشارات، 3 س ناقص 2 ص زائد الخمسه، هنا هتبقى زائد الس زائد 2 ص ناقص ال2، 3 س مع الس هيبقى 4 س، سالب 2 ص وموجب 2 ص راحوا مع بعض، سالب وموجب بنفس الإشارة، سالب وموجب بنفس القيم بيروحوا مع بعض. هنا 5 موجب 5 وسالب 2 هيدينا زائد ايه؟ زائد 3. يبقى دي بالطريقة الأفقية، بالطريقة الأفقية. طيب الطريقة الرأسية نحل رقم ج أو رقم ب بالطريقة الرأسية، هيبقى 3 نون تربيع زائد 5 نون ناقص 6، الأول بحطه زي ما هو، الثاني برصه كل حد تحت المشابه، لو ناقص نون تربيع هنا ناقص 3 نون زائد 3، واخد شرطة كسر واجمع، هجمع عادي خالص، يبقى 3 ناقص 1 هيبقى 2 نون بالموجب، 5 ناقص 3 هيبقى 2 دي نون تربيع معلش ناقص زائد 2 نون، وهنا سالب 6 وموجب 3 اشارة الكبير سالب وطرح يعني هيديني 3. ناخد رقم جيم،
رقم ج احلها بالطريقه الايه الافقيه عادي، يبقى 3 س تربيع ناقص 4 س ناقص الاثنين ناقص الس تربيع ناقص 4 س زائد 7، يبقى هيساوي الس تربيع مع الس تربيع 3 ناقص 1 هيبقى 2 بالموجب يبقى 2 س تربيع، خلاص كده خلصوا. سالب 4 س وسالب 4 س سالب سالب يبقى سالب، واجمع هيديني سالب 8 س ناقص 2 وزائد 7 الكبير اشارته موجب واطرح هيبقى هيديني كام؟ هيديني الخمسة. رقم د هسيبها لك ايه؟ هسيبها لك تمر. ناخد مثال كمان، اوجد مجموعة دي سهلة هو حاططها لك اهوت ومظبط لك الدنيا خالص. هنا 3 س وناقص 3 س يعني صفر راحوا مع بعض، واحد بالموجب واحد بالسالب راحوا مع بعض. سالب 4 وموجب 7 الكبير اشارته موجب يعني هيديني 3 ص، هنا زائد 2 وزائد 3 هيبقى موجب 5. نحل رقم ج، هنا 5 زائد 7 12، 12 ناقص 2 يعني 10 س، 2 زائد الواحد 3، 3 ناقص الخمسة الكبير اشارته سالب واطرح يبقى 5 ناقص 3 2 هيبقى 2 ص. هنا سالب 1 وسالب 3 سالب 4 وموجب 4 راحوا مع بعض خلاص، زائد 2 وزائد 3 5 ناقص 1 4 يبقى 5 4 5 ناقص 1 هيديني 4، 5 ناقص 1 هيديني 4. سهلة جدا 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 ما فيهاش أي مشكلة خالص. رقم بقى سيبها لك تمرين. بيقول لي اطرح س ناقص الاثنين من اللي بعد من هو اللي بحطه فوق، يبقى أنا عندي إيه؟ أدي 2 س ناقص الخمسة وهنا هيبقى الس ناقص الاثنين وهطرح، طالما هطرح يبقى أغير الإشارات، يبقى أنا لازم أغير الإشارات بالرصاص فوق كده، ده موجب ده هنا هيبقى سالب وده سالب هيبقى موجب، وآخد شرطة الكسر وإيه؟ وآخد شرطة الكسر وأطرح. 2 ناقص الواحد هيبقى 1 س، ما بيت ايه؟ ما بيتكتبش راء الواحد، وهنا سالب 5 وزائد 2 الكبير اشارته سالب واطرح يبقى هيديني 3، اطرح الكبير من الصغير، الصغير من الكبير. واضحه كده ديت؟ طيب ناخد رقم ج. رقم ج نحلها ايه؟ افقي، نحلها افقي برضه عشان تتعود على الافقي، بقى الف زائد 2 ب زائد 3 هو قال لي من، يبقى انا اللي بعمله كده غلط، يبقى انا اللي بعمله كده تماما غلط. ليه؟ لانه قال له من، عشان برضه ما تقعش في هذه الغلطه، يبقى لازم اللي بعد من هو اللي بحطه الاول وما قبل من هو اللي بحطه في الاخر، يبقى انا ادي القلم اهوت، هو بيقول لي ده من ده، يبقى اللي بعد من ادي الف ناقص 3 ب زائد 5، وبيقول لي اطرح، يبقى باخد شرط سالب وافتح قوس هنا واحط اللي قبل المين الف زائد 2 ب زائد 3. عايز اشيل القوس يبقى بغير اشارات كل الحدود داخل القوس، ده ملوش اي قيمه، ده ما تغيرش فيه اي حاجه زي ما هو، سالب 3 ب زائد 5، يبقى سالب الف سالب 2 ب سالب 3، ده موجب 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 هيصبح سالب سالب سالب. نجمع بقى الحدود المتشابهة، ألف ناقص الألف راحوا مع بعض، طيب سالب 3 ب وسالب 2 ب سالب سالب يبقى سالب، واجمع هيديني سالب 5 ب، هنا زائد 5 وناقص 3 هيدينا زائد الاثنين، يبقى أنا كده حلتها بالطريقة الأفقية، بالطريقة الأفقية. ناخد رقم د ونحلها بالطريقة الرأسية، يقول لي د من د، يبقى رقم د هي هيبقى اللي بعد من يبقى 3 س تربيع ناقص 4 س ناقص الاثنين، هنا هيبقى ناقص وهنحولها الموجب بعد كده، هيبقى ده سالب س تربيع سالب 4 س سالب 4 س زائد 7، هنغير الاشارات عشان ما نتلخبطش نحطها باللون الاحمر، يبقى دي هتتحول لموجب وغير اشاراتين، دي سالب دي هتبقى موجب، هنا دي كانت ايه؟ كانت سالب سالب، دي هتبقى موجب ودي موجب هتبقى ايه؟ سالب، واخد شرطة كسر واجمع.
تلاتة وواحد أربعة، يبقى أربعة س تربيع. سالب أربعة وموجب أربعة راحوا مع بعض. هنا سالب اتنين وسالب سبعة يعني هيديني سالب ايه؟ سالب التسعة، هيديني سالب التسعة. خلاص كده الدرس في منتهى السهولة، مفهوش أي مشاكل خالص. ما تنساش لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لحجز حصة أو منهج بالكامل الشرح صوت وصورة بمواعيد ثابتة أونلاين. لينك التسجيل في أسفل الفيديو لشراء منهج بالكامل، سواء شراء الدروس على فلاشة مع المذكرات ورقية، أو إنك تشترك في موقع في أسفل الفيديو هيدخلك على الدروس مباشرة. كل الدروس هتلاقيها في مكان واحد، وكل درس هتلاقي تحته المذكرات بي دي اف مباشرة تستطيع تحميلها من أي مكان في العالم. أتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.